بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة. عبر سمو فيه عن خالص تهانيه لفخامته بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب السوداني الشقيق مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى كل من أخيه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب أول رئيس جمهورية السودان وأخيه معالي السيد حسب محمد عبد الرحمن نائب رئيس جمهورية السودان، ضمنهما سموه أطيب تهانيه بهذه المناسبة الوطنية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة. عبر سموه فيها عن أطيب تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه للسودان ولشعبه الشقيق اطراد التقدم والنماء. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى كل من أخيه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان وأخيه معالي السيد حسب محمد عبد الرحمن نائب رئيس جمهورية السودان. عبر فيهما سموه عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.